تفضل. ركب عامل قرر السيارة برفع عمله، ورب العمل يدري أو لا يدري. ففي الطريق وكان رب العمل هو الذي يقود السيارة، أخطأ رب العمل في قيادة سيارته، فتسبب خطأه هذا في حادث أدى إلى قتل هذا العامل. فما حكم الدية في الحالين، حالة علم رب العمل في حالة عدم علمه؟ يجب في اعتقادي أن يدرس الواقع دراسة دقيقة من حيث النتيجة التي وقع فيها القتل. فهمنا أن السائق أخطأ خطأ ما في قيادة السيارة، لو كان الراكب على ظهر السيارة كان ركوبه في داخل السيارة، هل يحكم أهل الخبرة بقيادة السيارات أن هذا المحذور اللي وقع كان يقع أيضا بسبب خطأ السائق؟ الجواب كان يقع أو كان لا يقع. إن كان الجواب يقع فحينئذ نقول هذا قتل خطأ، لأنه العلة ما هي بركوبه على ظهر السيارة وإنما بسبب إساءته قيادة السيارة. واضح لهون؟ وإذا كان الجواب لو كان الشخص راكبا في داخل السيارة ركوب عادي ما بينتج منه هالقتل هذا، حينئذ السائق غير مسؤول إلا إذا كان يعلم أن ركوبه في هذه الصورة قد يورطه ويلقيه في المهلكة، فحينئذ يكون مسؤول السائق. واضح الجواب؟ بقول هي شو سيارة، شو بيك اب؟ طيب هذا الرجل كان راكب على ظهر السيارة، أنت لما تقول ظهر السيارة ماذا تعني؟ يعني على أرضية السيارة؟ لا يا أخي، بالأسئلة ما في تقريبا، في تحديدا. في الأسئلة كثير من أخواننا بيقولوا تقريبا، ما بيحل الإشكال. ما تشاهد الحال، إذا ما نستطيع الجواب. بدنا ناخذ بالصورة. ليش أنا رجعت هلا دخول في التفاصيل لما قلت لي أنت والله أريد تفصيل، تريد تفصيل وأريد تفصيل، فإذا كان لا عندك تفصيل فليش عندي تفصيل؟